Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon grammaticale très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد نتناول من خلاله شرح قاعدة جديدة ودرس مهم جدا جدا هيفيدني جدا في تعلم اللغة الفرنسية وهيفيدني كمان في إني أقدر أكون جملة بشكل صحيح وشكل سليم. Alors la leçon du jour c'est les articles partitifs. Les articles partitifs. Les articles partitifs. Les articles partitifs أي أدوات التجزئة. الدرس ده أو القاعدة دي لها استخدامات كتيرة جدا. أنا هركز في فيديو النهاردة على استخدام القاعدة دي مع الأكل والشرب والكميات. بمعنى أصح أنا ما ينفعش أقول أنا باكل كذا أو بشرب كذا أو بشتري كذا إلا باستخدام les articles partitifs. عشان كده الدرس ده مهم جدا. طبعا إحنا لا بنبطل أكل ولا شرب، بناكل وبنشرب على طول، تمام؟ فالأدوات دي هستخدمها بطريقة مستمرة معايا. Il y a 4 articles partitifs. عندي 4 articles partitifs. Du, de la, de l'apostrophe et des. Alors, du, de la, de l'apostrophe des. Ce sont les articles partitifs. طيب, du, de la, de l'apostrophe des. L'article dit حبيبي معناها some of. يعني جزء من، حتة من، قطعة من، بو من، شوية من. Les articles partitifs. بتيجي مع الايه يا ولاد؟ قلنا مع الاكل، مع الشرب، مع الكميات. فتركيب الجملة بيكون كالاتي. الجملة طبعا بتتركب من verb. الفيرب ده بيدل على كونتيتي، بيدل على كمية أو على أكل أو على شرب. بعد كده بستخدم les articles partitifs اللي هي du, de la, de l'apostrophe des. بعد كده الكومبليمون طبعا بيبقى عبارة عن كونتيتي، كمية أو بواسون، مشروبات أو أليمون، أطعمة. يبقى إحنا قلنا حبايبي الفيرب عندي بيدل على كونتيتي، على بواسون، على أليمون، كميات أو أطعمة أو مشروبات. زي مثلا بلي عندي verb boire يشرب، manger eat يأكل، prendre take يتناول، acheter يشتري، mettre يضع، vouloir يريد. بعد كده بستخدم les articles partitifs اللي هي قلنا du, de la, de l'apostrophe et دي. بعد كده بيجي لي بقى يا اولاد الكومبليمون، بيبقى عباره عن كونتيتي او بواسون او اليمون. زي ما قول مثلا كده فيوند لحمه، غي ارز، لي لبن، طماط طماطم. طيب نشوف بعض الامثله على الكلام ده. تقول لي مثلا جو مانج فيوند، جو مانج فيوند، انا باكل فيوند لحمه. طيب بيقول لي حط هنا الارتيكل المناسبه للجمله دي. احنا مع بعض يا حبايبي لي زارتيكل اللي خدناها بالظبط، خدنا لي زارتيكل ديفيني ادوات المعرفه اللي هي لو، لا، الابوستروف، لي. لي زارتيكل انديفيني ادوات النكره اللي هي الان والاون والدي. ودلوقتي لي زارتيكل بارتيتيف دو، دو لا، دو الابوستروف دي. ف اول مثلا جو مانج اون فيوند، جو مانج اون فيوند، هستخدم انا ارتيكل انديفيني. الكلام ده صح؟ طبعا قال لي نو. طبعا الكلام ده فو، خطا طبعا جدا. انا مش هقول اون فيوند. طب هستخدم ارتيكل ديفيني جو مانج لا فيوند، جو مانج لا فيوند، انا باكل اللحمه. طبعا برضو الارتيكل هنا غير مناسبه خالص، طبعا الكلام ده فو خطا. احنا اتفقنا لو الفيرب بتاع الجمله بيدل على اكل او شرب او كميه، وفي عندي اكل او شرب، كلمه فيوند لحمه، لازم اختار يا حبايبي، لازم اختار طبعا ارتيكل بارتيتيف. هنا هختار دو لا، جو مانج دو لا فيوند، جو مانج دو لا فيوند، جو مانج دو لا فيوند، انا باكل جزء من اللحمه، انا باكل حته لحمه، انا باكل قطعه لحمه. يبقى دو لا معناها جزء او حته او قطعة من. جو مانج دو لا فيوند. نشوف مثال آخر. بيقول لي حبايبي جو بوا أو، جو بوا أو، أنا بشرب مية.
طيب واحد يقول لي مثلا جو بوا اون او، جو بوا اون او، انا بشرب. طبعا اختار الارتيكل انديفيني. طبعا الاجابه دي طبعا خطا جدا. واحد تاني هيستخدم لي طبعا الارتيكل ديفيني. طبعا جو بوا لو، انا بشرب لو الميه. طبعا الاجابه هنا خطا جدا. انا قلت لك لو الفيرب عندي بتاع الجمله بيدل على اكل او شرب او كميه، ولو عندي اكل او شرب في الجمله كلمه او يعني ميه، هنا هستخدم دو ال ابوستروف ارتيكل بارتيتيف. جو بوا دو لو، جو بوا دو لو، انا بشربها بق ميه، شويه ميه، خلاص كوبايه ميه، وهكذا. مثال اخر، جو مانج غي، جو مانج غي، انا باكل رز. فواحد هيستخدم لي انا باكل ارز، فواحد هيستخدم مثلا ارتيكل انديفيني، جو مانج ان غي، جو مانج ان غي، انا باكل ارز. طبعا الاجابه دي طبعا غير مناسبه تماما. واحد تاني هيستخدم لي مثلا ارتيكل ديفيني، هيقول جو مانج لو غي، جو مانج لو غي، انا باكل الارز. طبعا الاجابه غير مناسبه تماما. انا عود نفسك مع الاكل والشرب على طول وانا مغمض، اختار يا حبايبي لزختيك بختيتيف، هتبقى الجمله جو مانج دو غي، جو مانج دو غي، انا باكل شويه رز، معلقه رز، طبق رز، جزء من الرز، وهكذا. طيب انا يا حبايبي احنا قلنا عندنا 4 ارتيكل بختيتيف، دو دولا دول ابوستروف دي، بستخدمهم مع الكميات او مع الاكل او مع الشرب. طب بستخدمهم ازاي؟ امتى اختار دو؟ امتى استخدم دولا؟ امتى استخدم دو ال ابوستروف؟ امتى استخدم دي؟ قال لي هنرجع بقى ايه يا اولاد، ماسكولان والفيمينا. قال لي دو بتيجي قدام كلمه، الكلمه دي بتكون ماسكولان سانجوليه، يعني كلمه مفرد مذكر. بار اكزومبل، على سبيل المثال، جو مانج دو ري، جو مانج دو ري، انا باكل ارز. هنا طبعا كلمه ري يعني ارز، الكلمه دي يا اولاد ماسكولان سانجوليه، فاخترت دو ري. مثال اخر، il boit du lait، il boit du lait، هو بيشرب لبن. طبعا كلمه لي ماسكولان سانجوليه، فاخترت دو لي. مثال اخر، j'achète du fromage، j'achète du fromage، j'achète du fromage، انا بشتري جبنه. elle mange du pain، elle mange du pain، elle mange du pain، elle mange du pain، هي تاكل الخبز. ma mère fait du gâteau، ma mère fait du gâteau، ماما بتعمل جاتو. Elle achète du beurre. Elle achète du beurre. Elle achète du beurre. هي تشتري زبدة. Nous mangeons du croissant. Nous mangeons du croissant. Nous mangeons du croissant. نحن نأكل croissant. Je veux du boulet. Je veux du boulet. أنا أريد boulet يعني فرخة مشوية. Il prend du bœuf. Il prend du bœuf. Il prend du bœuf. هو يتناول طبعا ايه؟ البيف. يبقى انا عندي حبايبي دو، دو بتيجي مع كلمة، الكلمة دي بتكون مفرد مذكر. باغ اكزومبل، دو ري، دو ري، دو لي، دو لي، دو فروماج، دو فروماج، دو بان، دو بان، دو بان، دو جاتو. du gâteau du beurre du beurre du beurre du beurre du croissant du croissant du croissant du croissant du boulet du boulet du boulet du boulet du bœuf du bœuf du bœuf et bien du بتيجي قدام كلمه، الكلمه دي يا حبايبي بتكون masculin singulier مفرد مذكر. الارتيكل الثانية دو لا، قال لي دو لا بتيجي قدام كلمة، الكلمة دي بتكون فيمينا سانجوليي، فيمينا سانجوليي يعني كلمة مفرد مؤنث. باغ اكزومبل، على سبيل المثال،
Je mange de la viande. Je mange de la viande. Je mange de la viande. I eat some of meat. أنا باكل قطعة لحمة، حتة لحمة، تمام؟ Il boit de la limonade. 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 Limonade, طبعا عصير ليمون. Je veux de la confiture. Je veux de la confiture. Je veux de la confiture. Confiture, يعني مربى. Elle prend de la salade. 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 هي تتناول سلطة. سلطة. J'achète de la crème. J'achète de la crème. J'achète de la crème. أنا بشتري كريم اللي هو الآيس كريم، وعندي كلمة تانية اسمها دولا جلاس، يبقى دولا كريم و دولا جلاس. Elle mange de la dinde. Elle mange de la dinde. Elle mange de la dinde. Dinde طبعا اللي هي الفرخة الرومي. Il veut de la glace. Il veut de la glace. Il veut de la glace. هو يريد glass ice cream. Elle mange de la pomme. Elle mange de la pomme. Elle mange de la pomme. هي بتاكل تفاحة. Elle mange de la pizza. Elle mange de la pizza. Elle mange de la pizza. يبقى هنا حبايبي دولا بتيجي قدام كلمة في منها مؤنثة زي دو لا فيوند، دو لا فيوند، دو لا فيوند لحمة. دو لا ليموناد، دو لا ليموناد، دو لا ليموناد، دو لا ليموناد عصير الليمون. دو لا كونفيتور، 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 دو لا كونفيتور مربى. دو لا سالاد، دو لا سالاد، دو لا سالاد، دو لا سالاد، دو لا كريم، دو لا كريم، دو لا كريم، دو لا كريم، دو لا داند، دو لا داند، دو لا داند، دو لا غلاس، دو لا غلاس، دو لا غلاس، دو لا بوم، دو لا بوم، دو لا بوم، دو لا بيتزا، دو لا بيتزا، اللي هي البيتزا. طيب، دو ال ابوستروف. قال لي حبايبي دو ال ابوستروف دي بستخدمها مع كلمة، الكلمة دي بتكون سانجوليي، بتكون مفرد، بس بتبدأ بلتر فويل أو أش ميه. خلاص يا حبايبي، يبقى أنا عندي في دو ال ابوستروف، دو ال ابوستروف بتيجي قدام كلمة، الكلمة دي بتكون مفرد الأول، بتكون مفرد سانجوليي، ولازم تبدأ بحرف فويل أو أش ميه. بار اكزومبل، على سبيل المثال، Nous avons de l'huile. Nous avons de l'huile. Nous avons de l'huile. احنا عندنا huile يعني زيت. Huile. طبعا هنا الاش مش منطقها. طبعا بتعامل معاملة لي لتر فويل. طبعا هنا الاش ميه فهتبقى طبعا nous avons de l'huile. احنا عندنا huile زيت. Je bois de l'eau minérale. Il achète de l'olive. Il achète de l'olive. Il achète de l'olive. Il achète de l'olive. هو اشترى olive اللي هو الزيتون. Elle mange de l'agneau. Elle mange de l'agneau. Elle mange de l'agneau. Elle mange de l'agneau. طبعا agneau طبعا اللي هو اللحم الضاني. Elle mange de l'agneau. لحمة. Il mange de l'orange. Il mange de l'orange. Il mange de l'orange. Il mange de l'orange. هو بياكل برتقالة. طبعا كلمة orange بتبدأ بلتر فويل فاخترت دو ال ابوستروف. Il mange de l'orange. يبقى هنا حبايبي دو ال ابوستروف دي بستخدمها مع كلمة بتبدأ بلتر فويل زي دو لويل، دو لويل، دو لو مينيرال، دو لوليف، دو لوليف، دو لوليف، دو لانيو. دو لانيو، دو لانيو، دو لورانج، دو لورانج. باقي لي طبعا ارتيكل واحده وهي دي. قال لي دي طبعا سهله جدا، بتستخدم طبعا مع بلوريال، الكلمات طبعا بلوريال كلمات الجمع، بيبقى كلمه اخرها اس او اكس، واحيانا طبعا زد،
Par exemple, à la sabil misal, je voudrais des pâtes. Je voudrais des pâtes. Ana urid macarona. طبعا هنا كلمة بات ناقصة اس في الآخر حبايبي. Je voudrais des pâtes. Je voudrais des pâtes. Ana urid بات macarona. طبعا كلمة بات مكرونة هنا حبيبي الكلمة دي ناقصة اس تمام يعني عشان تبقى دي بات دي بات ناقصة اس في الآخر. Je voudrais des pâtes. Nous achetons des tomates. Nous achetons des tomates. Des tomates. احنا اشترينا طماطم. On mange des fruits. On mange des fruits. On mange des fruits. احنا بناكل fruits فاكهة. On mange des fruits. On mange des fruits. احنا بناكل فاكهة. On prend des pommes. On prend des pommes. On prend des pommes. نحن نتناول البوم التفاح. Il achète des légumes. Il achète des légumes. Il achète des légumes. Il achète des légumes. هو اشترى légumes خضار أو خضروات. يبقى أنا عندي هنا حبيبي دي بتيجي لمو أو نو بلوريال كلمات جمع كلمات فاعل سويك زي دي بات دي بات هنا فاعل كلمة بات دي تومات دي تومات دي تومات دي فروي دي فروي des fruits, des fruits, des pommes, des pommes, des pommes, des légumes. Et bien, Anna Habibi Dilwati, et que l'imna ma barda ala les articles partitifs, à l'ouate et texa, on a besoin d'un des quatre articles partitifs, on a du, de l'apostrophe des, et l'article dit Habibi Tigi Malak, ou Shop, ou Kimiyet, et Hagalana, ma barda shahada, zay el malhez el soukar, ou Hakaza. لكل واحدة لها استخدام قلنا دو لكلمة ماسكولان سانجوليي دو لا لكلمة فيمينا دو ال ابوستروف لكلمة بتبدأ بلتر فوييل أو اش مويي ودي طبعا لكلمة بلوريال لكلمة جامعة. طيب بيقول لي نوت بيان أخلي بالي من إيه؟ إحنا حبايبي في أول الفيديو خالص وأنا بتكلم على تركيب الجملة قلنا إيه؟ لو الجملة فيها أكل أو شرب يعني الجملة فيها أكل حاجة بتتاكل أو حاجة بتتشرب كنت بختار دو دو لا دو ال ابوستروف دي بس بشرط يكون الفيرب بتاع الجمله بيدل على الكميات زي فيرب مونجي ياكل بواغ يشرب فولوار يريد بروندر ياخذ اشتي يشتري طبعا هشتري كميات بس اخلي بالي لو عندي اكل وشرب في الجمله بس الفيرب بتاع الجمله فيرب حب او كره فيرب حب او كره زي مثلا فيرب ايمي ادوري préféré détester aimer يعني يحب adorer يعشق préféré يفضل détester يكره هنا بالتالي هبدأ أختار les articles définis اللي هي le la et l'apostrophe les par exemple على سبيل المثال دول اللي في المثال الأولاني j'aime le riz أنا بحب الرز طب بص حبيبي انا ما اجي احب او اكره انا يا بحب النوع كله يا بكره النوع كله خلاص انا بحب الرز بس كون جو مونج لما باجي اكلها جو مونج دو ري باكل ايه بقى شويه رز طبق رز خلاص يا حبيبي فانت لو الجمله فيها فيرب حب او كره زي ايمي ادوري بريفيري ديتيستي لازم اختار لو لا الا ابوستروف لي باغ اكزومبل جيم لو ري جيم لو ري انا بحب الرز Mais quand je mange, voilà que la mabaga koulha, je mange du riz. Bakoul, tabak rouz, ma'alaya rouz, ou hakaza. Il adore la glace. Il adore la glace. Ya'chak, la glace, l'ice cream. Taban, on a une glace, haga ptitakel. Bas, le verbe bta koumla, verbe adorer, yuhib, ou ya'chak. Hub ou kur. Fana, habibi. اما اجي احب انا بحب الحاجه كلها يا بكره الحاجه كلها بس اما اجي اكل باكل حته صغيره il adore la glace il adore la glace elle préfère la viande elle préfère la viande هي تفضل اللحمه يبقى طبعا préférer préfère ده verbe préférer يفضل verbe حب وكره يبقى اختار le la les elle préfère la viande هي تفضل اللحمه مي كون جو مونج ولكن لما باجي اكل يا اولاد جو مونج دو لا فيوند دو لا فيوند حته لحمه او قطعه لحمه او جزء من اللحمه جو ديتست ليسكارغو
Je déteste l'escargot. طبعا انا بكره اسكارجو اللي هو طبعا الحلزون. اسكارجو الكلمه دي يا حبايبي بتبدا بلتر فويل، الكلمه دي بتتاكل تمام. طيب المفروض يا مستر اختار دو ال ابوستروف، بس استنى، فيرب بتاع الجمله فيرب يا ولاد، ديتستي يكره. جو ديتست الاسكارجو. ال نيم با لو بواسون، ال نيم با لو بواسون، هي لا تحب لو بواسون السمك. انا عندي كلمه هنا بواسون اللي هو السمك، طبعا حاجه بتتاكل، بس الفيرب بتاع الجمله يا اولاد في فيرب ايه؟ ام، فيرب ايمي يعني احب، يبقى استخدم لو لا ال ابوستروف لي. ال نيم با لو بواسون، هي ما بتحبش السمك. جو نيم با لي فروي، جو نيم با لي فروي، انا ما بحبش الفواكه. Il aime le fromage. Il aime le fromage. Il aime le fromage. هو بيحب الجبنة. Le fromage يعني الجبنة. Mais quand je mange، ولكن لما باجي اكل يا ولاد باكل ايه بقى؟ Je mange du fromage. يبقى دي حاجة خلي بالي منها حبايبي، فيرب الجملة. لو الفيرب بتاع الجملة بيدل على كمية أو أكل أو شرب، لازم أختار دو دولا دولا أبوستروف دي. ولكن لو فيرب الجملة بيدل على حب او كره زي ايمي، ادوري، بريفيري، ديتستي، يبقى لازم اختار يا ولاد زختيك لي ديفيني لو لا الا ابوستروف لي. يبقى خلي بالي تاني، مش معنى ان الجمله فيها كميه او فيها اكل او شرب اختار دو دولا دو الابوستروف دي. عينيا فين؟ عينيا على الفيرب بتاع الجمله حبايبي. لو كان فيرب حب او كره يبقى اختار لو لا الا ابوستروف لي. نقطه تانيه اخلي بالي منها، نوت بيان. النقطة دي يا حبيبي بتتكلم على ايه؟ على لا نيجاسيون، النفي. جو مانج دو لا فيوند، انا باكل اللحمة. لو انا عاوز الجملة دي في النيجاتيف اخلي بالي حبيبي، جو نو مانج با دو فيوند. احنا قلنا حبيبي في النيجاتيف حاجتين اتنين بيتغيروا، لي زارتيكل انديفيني اللي هي الان والاون والدي، ولي زارتيكل بارتيتيف اللي هي دو دو لا دو الابوستروف دي. الحاجات دي لو الجمله ما فيهاش فيرب اتر بغيرها لو دو. في الجمله دي جو مانج دو لا فيوند، قال لي دو لا في نيجاتيف بتتغير الى دو. جو مانج دو لا فيوند، جو مانج دو لا فيوند، هيبقى في نيجاتيف جو نو مانج با دو فيوند، انا لا اكل اللحمه. il boit du lait، il boit du lait، هو يشرب لبن. طب في نيجاتيف الجملة دي بتبقى ازاي يا حبايبي؟ il ne boit pas de lait، يبقى du في نيجاتيف بتتغير le de. elle voudrait de l'eau، هي تريد ماء. انا عندي طبعا هنا حبايبي دو ال apostrophe في النيجاتيف برضه بتتغير الى de او دي apostrophe، يبقى elle ne voudrait pas d'eau، هي لا تريد ميه. je mange des pâtes، je mange des pâtes، انا اكل مكرونه. الجملة دي في نيجاتيف طبعا، je ne mange pas de pâtes. طبعا انا ما بشيلش الاس من كلمة pâtes، بتفضل زي ما هي. يبقى خلي بالي حبايبي في النيجاتيف لي زارتيكل بارتيتيف اللي هي دو دو لا دو الابوستروف بتتغير الى دو او دي ابوستروف لو الكلمة بتبدا بليتر فويل. نوت بيان، اخلي بالي. ده اللي احنا لسه قايلينه حبايبي، ان لي زارتيكل بارتيتيف اللي هي دو دو لا دو ال ابوستروف دي، الحاجات دي في نيجاتيف مع النو والبا بغيرها يا حبايبي الى دو او دي ابوستروف لو الكلمه بتبدا بلتر فويل. maintenant quelques exercices variés، choisissez bien، اختار بطريقه صحيحه. je ne mange pas fromage، je ne mange pas fromage، انا لا اكل فروماج جبنه. طب اختار يا حبايبي دو ولا دولا دو ال ابوستروف ولا دو؟ ها je ne mange pas fromage، طبعا فروماج كلمه ماسكولا مذكر. واحد يقول لي مثلا je ne mange pas du fromage، طبعا الاجابه يا اولاد خطا، مش دو فروماج. واحد تاني يقول مثلا je ne mange pas de la fromage، طبعا de la برضو هنا خطأ. طيب je ne mange pas de l'apostrophe
طبعا الاجابه هنا غلط. احنا اتفقنا يا حبايبي هي اولا كلمه فروماج يعني جبنه، الكلمه دي بتاخد دي عشان الكلمه دي مذكر دي فروماج، بس الجمله دي فين يا اولاد؟ في النيجاتيف، في النو والبا، الجمله دي منفيه. ما دام الجمله منفيه يبقى على طول اختار وانا مغمض دو. Je ne mange pas de fromage. Je ne mange pas de fromage. أنا لا أكل الجبنة. مثال آخر. Elle ne boit pas café. هي لا تشرب كافيه القهوة. مديني تشوز. Elle ne boit pas du café. ولا. De L apostrophe. De la. دو كافي. انهي يا اولاد تشوز من دول صح؟ ال نو بوا با كافي. طبعا عندي كافي ماسكولان مذكر فالمفروض تبقى دو كافي، المفروض تبقى دو كافي. قال لي الاجابه فو خطا. طب دولا مثلا برضو الاجابه خطا. طب دو ال ابوستروف قال لي الاجابه برضو خطا. ليه يا اولاد الاجابه خطا؟ برافو، لان الجمله عندي هنا يا اولاد فين؟ في النيجاتيف. ال نو بوا با كافي، الجملة في النيجاتيف، ما دام الجملة في النيجاتيف يا حبايبي يبقى ليزارتيكل بارتيتيف بتتغير إلى دو. إل نو بوا با دو كافي، هي لا تشرب الكافي القهوة. مثال آخر. إل نيم با جلاس، إل نيم با جلاس هو لو يحب الآيس كريم. هل هتبقى دو جلاس؟ لا جلاس؟ دو جلاس؟ دو لا جلاس؟ انهي يا اولاد؟ احنا عارفين كلنا ان كلمه جلاس هي الايس كريم، الكلمه دي في منها مؤنثه، يعني بقولها لا جلاس او دو لا جلاس. طيب يا ترى هتبقى مثلا دو جلاس؟ طبعا فو خطا لان جلاس كلمه في منها. طيب هتبقى مثلا دو لا جلاس؟ برضه الاجابه خطا. طب هتبقى مثلا دو جلاس؟ برضه الإجابة غلط. يا مستر الجملة في النيجاتيف، في نو وفي با، المفروض أختار دو. بس الفيرب بتاع الجملة إحنا اتفقنا يا أولاد لو فيرب الجملة يحب أو يكره اللي هو إيه؟ إيمي، بريفيري، أدوري، ديتستي، بختار لو، لا، إلا، أبوستروف، لي. يبقى يا حبايبي الجملة في النيجاتيف بختار دو أو ده أبوستروف، بس بشرط لو الفيرب فيرب حب أو كره مش بيتغير أختار طبعا لا. إن با لا جلاس. Il n'aime pas la glace ou la يحب الايس كريم. مثال اخر. Rami ne préfère pas fève. Rami ne préfère pas fève. Fève الفول. Rami لا يفضل الفول. ومدينا طبعا اختيارات. Du fève. La fève. De la fève. De fève. طبعا فيف الفول، الكلمة دي يا حبايبي في ميناء، فطبعا مش هتنفع دو، لأن طبعا دو بتاعت الماسكولان بتاعت المذكر. طيب واحد يقول لي مثلا يا مستر دو لا غامي نو بريفير با دو لا فيف، لأن فيف في ميناء. الإجابة صح تمام، بس برضو دو لا هنا مش هتنفع. طيب هتبقى مثلا دو عشان الجملة في نيجاتيف، قال لي برضه الإجابة هنا يا أولاد مش هتنفع، لأن بكل بساطة الفيرب بتاع الجملة هو فيرب بريفيري، بريفير يفضل، فيرب حب وكره، طبعا لو لا لي، حتى لو جملة في نيجاتيف لو لا لي مش بتتغير، احنا قلنا اللي بتغير ليزارتيكل بارتيتيف دو دو لا دو لابوستروف دي، هي بس اللي بتتغير مع ليزارتيكل انديفيني الان والاون والدي. طبعا غامي نو بريفير با فيف، غامي لا يفضل لا فيف الفول. مثال اخر. نو ناشتون با فروي. نو ناشتون با فروي. نحن لا نشتري الفواكه، طبعا الجملة دي محلولة. طب كلمة فروي اخرها اس، فلازم طبعا اختار دي، فتبقى دو مش هتنفع معايا. دو او دولا دي دو. طبعا احنا قلنا ان فروي كلمة بلوريال فمش هتنفع دو، وبرضه مش هتنفع دولا، فاضل لي حاجتين اتنين اما دي او دو. دي طبعا افيك اس طبعا برضه مش هتنفع ليه يا حبايبي لان الجملة في النيجاتيف، ما دام الجملة في النيجاتيف يبقى بختار يا اولاد دو. نو ناشتون با
دو فروي، واحد يقول لي يا مستر فروي اخرها اس المفروض تبقى دي، اقول لك ايوه يا حبيبي بس الجمله فين؟ في النيجاتيف، الجمله مع نو والبا، وما دام الجمله في النيجاتيف وانا مغمض بختار دو او دي ابوستروف، بس بشرط ما يكونش الفيرب حب او كر. نو ناشتون با دو فروي. مثال اخر، جو فودري بواسون، جو فودري بواسون، انا اريد سمك. طبعا عندي كلمه بواسون يعني سمك، الكلمه دي يا ولاد مفرد مذكر، هل اختار مثلا دو بواسون؟ طبعا كلمه بواسون هي كلمه يا ولاد ماسكولان مفرد مذكر، فبالتالي مديني اختيارات. طبعا بيقول لي دو بواسون ولا دي بواسون ولا دو لا بواسون ولا دو بواسون سمك. طبعا هنا حبايبي دي مش هتنفع، دو لا برضو مش هتنفع، فاضل عندي حاجتين دو ودو. طبعا عندي كلمة بواسون سمك كلمة مذكر، فهتبقى دو بواسون. ليه يا ولاد؟ دو التانية دي بتاع نيجاتيف، طبعا الجملة دي مش في نيجاتيف فمش هختار دو، هتبقى جو فودري، جو فودري دو بواسون، أنا أريد سمك. المثال الآخر، إن يا با فروي، إن يا با فروي، لا يوجد فاكهة. هنا طبعا مديني اختيارات، بيقول لي دو أو دي أو دو أو دو لا. طبعا دي آخرها اس فمش هتنفع طبعا دو، وبرضه مش هتنفع عندي دي لسبب بسيط جدا يا حبايبي. ايه هي؟ هي فخوي اخرها اس، بس الجمله فين يا حبايبي؟ الجمله في النيجاتيف، الجمله في النيجاتيف، فمش هينفع اختار دي ولا دولا. في الاجابه الصح عندي هي دو، ان يا با دو فخوي، ان يا با دو فخوي، لا يوجد فاكهه. يبقى ما دام الجمله في النيجاتيف على طول بختار دو او دي ابوستروف. لو ماتان جو برون تي، في الصباح انا اتناول تي يعني شاي. طبعا تي دي كلمه ماسكولان سانجوليي مفرد مذكر، فالمفروض طبعا هتبقى دو او دي او دولا او دو. طبعا تي احنا قلنا كلمه مفرد مذكر، فطبعا مش هينفع اختار دي دو افيك اس، مش هينفع اختار دولا، مش هينفع اختار برضو دو عشان دو دي بتاع النيجاتيف. فالاجابه الصح عندي حبايبي هي لو ماتا جو برون دو تي، جو برون دو تي، انا اتناول شاي. مثال اخر، ال مانج فيوند، ال مانج فيوند، هي تاكل فيوند لحمه. مديني طبعا اختيارات دو دي دولا دو. طبعا كلمة فيوند دي كلمة في ميناء مؤنثة، فبالتالي مش هينفع طبعا الاختيار الأول اللي هو دو ولا دي، عشان دي طبعا لكلمة بلوغيل، وطبعا الجملة مش في نيجاتيف عشان اختار دو، فيبقى الإجابة الصح المونج دو لا فيوند، المونج دو لا فيوند، المونج دو لا فيوند، هي بتاكل طبعا سم اوف ميت لحمة. المثال الآخر، ناديا برون كونفيتور، ناديا برون كونفيتور، ناديا برون كونفيتور، ناديا تتناول كونفيتور مربى. طبعا كلمة كونفيتور هي كلمة فيمينا، فطبعا مديني اختيارات دو دي دولا دو. طبعا مش هينفع عندي دو، مش هتنفع خالص دو، وبرضه مش هينفع عندي دي، وطبعا الجملة مش في نيجاتيف عشان اختار دو، فبالتالي الاختيار الصح عندي هو دولا. ناديا برون دو لا كونفيتور، ناديا برون دو لا كونفيتور، ناديا برون دو لا كونفيتور، ناديا تتناول مربى. مثال اخر، جو مانج بان، جو مانج بان، انا اتناول خبز. طبعا كلمة بان هي كلمة ماسكولان سانجوليي،
فطبعا بيديني اختيارات، بيقول لي دو دي دو لا دو. طبعا احنا قلنا ان كلمة بان هي كلمة ماسكولان مفرد مذكر، فبالتالي مش هينفع معاها خالص دي، لان دي للبلوريال، مش هينفع معاها برضو دولا لان دولا للفيمينا، والجملة مش في النيجاتيف عشان اختار دو. يبقى الجواب الصح جو مانج دو بان، جو مانج دو بان، انا اتناول الخبز. المثال الاخر au menu il y a ri، في المنيو في رز. طبعا مديني اختيارات دو دي دولا دو au menu il y a ri. طبعا ري كلمة يا ولاد مفرد مذكر، فمش هينفع معاها خالص دي ولا دولا ولا ايضا دو ولا ايضا دو عشان الجملة هنا مش في النيجاتيف، فيبقى طبعا الجواب الصح هو دو ري، اليا دو ري في ارز. المثال الاخر je ne bois pas jus، انا لا اشرب جو عصير. طبعا هنا يا ولاد الاس دي جزء من الكلمة، دي مش بلوغيال، هي طبعا جزء من الكلمة جو، وطبعا كلمة جو هي كلمة ماسكولان كلمة مفرد مذكر. مديني اختيارات دو دي دولا اي دو، يعني جو كلمة مفرد مذكر، فإذا هختار يا حبايبي دو، قال لي طبعا الإجابة فوق خطأ. طب ليه مش دو؟ قال لي طبعا ولا دي ولا دولا. احنا قلنا الجملة في النيجاتيف صح؟ جملة في النيجاتيف، ما دام الجملة في النيجاتيف بختار على طول يا اولاد دو. Je ne bois pas de jus، انا لا اشرب جو عصير. المثال الاخر Nous achetons biscuits، Nous achetons biscuits، احنا بنشتري بسكوي. طبعا هو هنا حللها لي بسكوي، طبعا كلمة بلوريال، فبيقول اختار دو او دي او دولا او دو. طبعا مش هينفع عندي دو، وبرضه مش هينفع عندي حبايبي دولا لان دولا للفيمينا وتكون الكلمه مفرد، وبرضه مش هينفع عندي دو لان الجمله هنا مش في النيجاتيف. فاذا نوز اشتون دي بسكوي، احنا بنشتري بسكوي اللي هو البسكوت. المثال الاخر Je ne mange pas salade. Je ne mange pas salade. انا لا اكل سالاد. طبعا كلمة سالاد هي كلمة في ميناء، فالمفروض اختار معها طبعا دولا. بيقول لي اختار دو او دي او دولا او دو. طبعا هنا دو مش هتنفع لان طبعا سالاد في ميناء. دي برضو مش هتنفع لان طبعا سالاد في ميناء مش بلوريال. فاضل عندي حاجتين دولا ودو. اخلي بالجمله ما دام في النيجاتيف يا حبايبي، الجمله في النيجاتيف يبقى وانا مغمض اختار يا اولاد اختار دو. Je ne mange pas de salade. مثال اخر Vous voulez boulet. Boulet يعني فرخه مشويه. طبعا boulet كلمه ماسكولان كلمه مفرد مذكر، فمديني اختيارات بيقول لي دو دي دولا او دو. طبعا دي مش هتنفع لان كلمة بولي مش بلوريال، دولا برضو عندي مش هتنفع لان كلمة بولي مش في ميناء، فاضل عندي دو ودو. طبعا الجملة مش في نيجاتيف، فمش هختار يا اولاد دو، بالتالي الاختيار الصح فو فولي دو بولي، فو فولي دو بولي. مثال اخر ابوختي موا او سيل فو بلي، احضر لي الميه سيل فو بلي لو سمحت. طبعا كلمه او يعني ميه، الكلمه دي يا حبايبي بتبدا بلاتر فويل، فالمفروض اختار اما ال ابوستروف او دو ال ابوستروف او دي ابوستروف في حاله النيجاتيف. مديني اختيارات هي، بيقول لي اختار دو او دو ال ابوستروف او دولا او دو. طبعا دو مش هتنفع خالص لان احنا طبعا كلمه او بتبدا بلاتر فويل، دولا نفس النظام برضو مش هتنفع خالص،
ودو برضو نفس النظام مش هتنفع عليه يا حبيبي لان الجمله مش في النيجاتيف، فيبقى الافضل دو ال ابوستروف. ابورتي موا دو لو سيل فو بلي. مثال اخر، لو ماتان جو مانج فروماج. في الصباح جو مانج فروماج، انا اكل فروماج الجبنه. طبعا عندي كلمه فروماج دي كلمه يا اولاد ماسكولان سانجوليي مفرد مذكر، مديني اختيارات قدامي اهوت، دو دي دو لا دو ال ابوستروف او دو. طبعا فروماج قلنا مفرد مذكر فمش ينفع عندي الاختيار اللي هو دولا، مش هينفع عندي برضو دي، مش هينفع عندي، فاضل حاجتين اما دو او دو. الجمله هنا طبعا يا حبايبي مش في نيجاتيف عشان اختار دو، فبالتالي الاجابه الصح لو ماتا جو مانج دو فروماج. مثال اخر، جو بريفير فيوند، انا افضل اللحمه. مديني اختيارات، دو دولا دي لا. طيب فيوند كلمة في منها، فالمفروض اما اختار يا ولاد دولا او لا، فبالتالي دو عندي مش هتنفع، دي برضو عندي مش هتنفع، فاضل عندي حاجتين اما اقول دولا فيوند او لا فيوند. احنا اتفقنا لو الجملة فيها أكل وشرب والفيرب بيدل على الأكل والشرب أختار دو دولا دولا بوستروف دي، ولكن لو الفيرب فيرب حب وكر عندي بريفير فيرب بريفيري يبقى أختار وأنا مغمض يا أولاد لا، جو بريفير لا فيوند، جو بريفير لا فيوند، أنا أفضل اللحمة، يبقى هنا أختار لا عشان الفيرب بتاع الجملة يحب ويكره. مثال آخر، il adore glace، هو يعشق جلاس الايس كريم، بيديني طبعا بيقول لي دو ولا دولا دي لا، طبعا نفس الحكايه جلاس مو في منا كلمه مؤنثه فمش ينفع معايا دو، وبرضو مش ينفع معايا دي، بالتالي قدامي حاجتين اتنين اما دولا او لا. اخلي بالي فيرب الجمله هو فيرب ادوري يعني يعشق بيحب الحاجة بكسرة، فهنا طبعا مع فيرب فيربات الحب والكره هختار لو لا الا ابوستروف لي، il adore la glace، il adore la glace. مثال اخر، elle n'aime pas thé، هي لا تحب الشاي. مديني طبعا امثلة دو دي دو لا لو. طيب بص يا حبيبي، احنا عندنا كلمة تي دي كلمة ماسكولا مفرد مذكر، فالمفروض اختار اما دو او لو. طبعا هنا الجملة في النيجاتيف، وكمان الجملة هنا حبيبي فيها فيرب يا ولاد ايمي يحب او يكره، فبالتالي مش هينفع معايا دو، مش هينفع معايا دي، مش هينفع برضو دو لا، بسبب بسيط لان فيرب الجملة هو فيرب حب او كره، هختار لو. يا مستر الجمله في النيجاتيف، ايوه بس فيرب ايمي كده كده فيربات الحب والكره يا ولد بتاخد لو لا الابوستروف ليه مش هتتغير، يبقى ال نيم با لو دي. مثال اخر، il n'aime pas fromage، هو لا يحب الجبنه، نفس النظام يا حبيبي مديني اختيارات بيقول لي دو دو لا دي و لو. طبعا الجمله في نيجاتيف والجمله فيها فيرب ايمي، فبالتالي طبعا مش هينفع عندي دو، مش هينفع عندي دي، مش هينفع عندي دولا، اذا اتبقى لي يا حبايبي لو. il n'aime pas le fromage، هو لا يحب الجبنه. ليه يا حبايبي؟ لان هنا فيرب ايمي يحب او يكره، وفيربات الحب والكره بيجي بعدها لو لا الا ابوستروف لي. مثال اخر، je ne bois pas eau minérale، انا لا اشرب eau minérale ميه معدنيه. مديني اختيارات طبعا دو ال ابوستروف دو
دولار دي ابوستروف. طب بص يا حبيبي، انا هستبعد حاجه من الاثنين، هستبعد دولار وهستبعد دو. هفكر في حاجتين اتنين بس، هما الدو ال ابوستروف والدي ابوستروف، تمام؟ طيب هي المفروض اختار دو ال ابوستروف، بس الجمله عندي هنا فين؟ الجمله عندي في النيجاتيف، فبالتالي هختار دي ابوستروف. يبقى هنا الدو مش هتنفع، ولا الدو ال ابوستروف كمان، ولا الدولار. هيبقى اللي ينفع عندي في الجمله حبيبي جو نو بوا با دو مينيرال، انا لا اشرب الماء المعدني. مثال اخر، جو فودري لي، انا اريد لي يعني لبن. مديني طبعا اختيارات، بيقول لي دو دي دولا لو. طيب احنا قلنا يا حبايبي ان كلمه لبن ليه كلمه سانجوليه ماسكولان، كلمه مفرد مذكر، فبالتالي انا عندي حاجتين اتنين، اما دو او لو. طبعا الجمله هنا بتقول لي جو فودري، انا اريد، يبقى انا المفروض عندي اولاد هنا مش هينفع دي، وبرضو مش هينفع دو لا، فبالتالي فيرب الجمله عندي مش فيرب حب وكره. واحد يقول انا عاوز كذا، يبقى هنا طبعا جو فودري دو لي. مثال اخر، il prend limonade، il prend limonade، هو يتناول الليمونات، عصير الليمون. طبعا كلمه ليمونات هي كلمه في منا. مديني اختيارات، بيقول لي دو دي دو لا و لو. طبعا ليمونات احنا هنا كلمه مؤنثه، فمش هينفع عندي دو، وبرضه مش هينفع عندي دي و لو، طبعا مع فيرب الحب والكره برضه مش هتنفع عندي، فبالتالي il prend de la limonade، il prend de la limonade، هو يتناول عصير الليمون، هو يتناول عصير الليمون. مثال اخر، j'achète ويل، j'achète ويل، انا بشتري زيت. طبعا كلمه ويل كلمه بتبدا باش ميه، بتعامل معاملة لليتر فوايل، فبالتالي مش مديني طبعا دو دي دو ال ابوستروف و دولا. طبعا احنا قلنا الكلمة دي طبعا اش ميي او لتر فوايل، فطبعا دو عندي مش هتنفع، دي برضو مش مناسبة للجملة، دولا برضو مش مناسبة، فبالتالي فاضل عندي حبيبي دو ال ابوستروف، جاشيت دو لويل. نوايا أخرى من الأسئلة المهمة جدا، في دي فراز، كون جملة. وأنا بالنسبة لي ده سؤال مهم جدا، لأنه بيخليك تقول جملة سليمة وجملة صحيحة. مديني حبيبي كلمتين أو ثلاثة بيقول كون منهم جملة. مديني كلمة مونجي يأكل، ويغي رز، يأكل رز. أنا عاوز أكون جملة من الكلمتين دول. أنا عندي فيرب طبعا مونجي يعني يأكل، ببدأ أصرف الفيرب ده مع أي حاجة، مع جو، مع تو، مع الإيل، مع الإيل، نامبورت كيل برونو، مع أي برونو، تمام؟ طيب هل أقول مثلا جو مونج ري، جو مونج لو ري، جو مونج أن ري؟ طبعا لا، ما احنا واخدين القاعدة بقى، احنا قلنا إيه؟ مع الأكل والشرب بستخدم ليزارتيكل بارتيتيف. طبعا ري كلمة ماسكولان مذكر، فيبقى الجملة الصح عندي جو مونج دو ري، جو مونج دو ري، جو مونج دو ري، انا باكل ارز. يبقى اخلي بالي حبايبي وانا بعمل جملة، اخلي بالي ما انساش لزختيك بختيتيف. مثال اخر، مديني برضو كلمتين، مونجي ياكل، و بواسون سمك، ياكل سمك. اصرف فيرب مونجي مع اي حاجة، طبعا جو مونج دو بواسون، جو مونج دو بواسون، انا باكل برضو سمكة اتنين، جزء من السمك وهكذا. مثال اخر، بواغ كافي، بواغ كافي، يشرب كافي قهوة. طبعا بصرف فيرب بواغ، احنا خدنا طبعا تصريف الفيرب ده، بواغ طبعا مثلا مع جو، جو بوا دو كافي، جو بوا دو كافي، انا اشرب القهوة، جو بوا دو كافي. مثال اخر، vouloir
طومات يريد طماطم. فيرب فولوار جو فو مثلا دي طومات. جو فو دي طومات او مثلا ال فو دي طومات هي طبعا تريد طماطم. طومات في بس خطأ في كتابة الكلمة. ال فو دي طومات هي تريد طماطم. يبقى لازم يا حبايبي اربط الكلمة عندي او الجملة عندي برابط بارتيكل اما ديفيني او عندي ديفيني او بارتيتيف على حسب نوع ومعنى الجملة. مثال اخر prendre viande يتناول اللحمة. طبعا فيرب prendre بصرفه جدا مع اي حاجة، مع je مع tu مع il مع elle. je prends de la viande 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 انا بتناول جزء من اللحمة او قطعة لحمة. مثال اخر aimer viande aimer فيرب يحب و viande لحمة. أنا هصرف فيرب إيمي مع أي حاجة، مع جو مع تو مع الإي مع ليل براحتك، بس أخلي بالي هربط الجملة بإيه؟ إيه الأختيكل اللي هستخدمها؟ هل هستخدم أختيكل عندي فيني الآن والإين والدي؟ هل هستخدم الأختيكل بارتيتيف دو دو لا دو لابوستروف دي؟ قال لا أخلي بالي، ما دام في فيرب إيمي في الجملة يا حبايبي يبقى لازم أختار لو لا إلا أبوستروف ليه؟ إيلام لا فيوند إيلام لا فيوند إيلام لا فيوند هو بيحب الإيه؟ اللحمة. طب بس ممكن يلخبطك في حاجة، لو كان موجود مثلا ايمي ومونجي في نفس الجملة يحب ويأكل هعمل ايه بقى؟ قال لي مادام في فيرب مونجي في الجملة هستخدم اختيك البختيتيف، يعني ممكن اقول الجملة دي بطريقة تانية ايلام مونجي دو لا فيوند. يا مستر ما في فيرب ايمي بس في فيرب مونجي أثر على الجملة، يبقى هنا حبايبي ايلام لا فيوند او ايلام مونجي دو لا فيوند دو لا فيوند. مثال اخر ديتستي فروماج بيكره الجبنه. طبعا فيرب ديتستي هصرفه جدا مع اي حاجه. جو ديتست لو فروماج جو ديتست لو فروماج جو ديتست لو فروماج جو ديتست لو فروماج انا بكره الجبنه. برضو كلمه فروماج هنا في خطأ في الكتابه. boire eau بيشرب ميه. بكل بساطه حبايبي اتصرف في الفيرب je bois de l'eau انا بشرب ميه. je bois de l'eau je bois de l'eau je bois de l'eau انا بشرب ميه. مثال اخر aimer pas poisson ne مديني اربع كلمات كون منهم جمله. بص حبايبي اركز كده الاول، هو مديني الفيرب اللي هو ايمي ومديني بواسون ومديني نو والبا يعني انفي الجمله، يبقى ارجع الفيرب تاني بين النو والبا واكمل الجمله عادي خالص. تبقى الجمله حبايبي جو نيم با لو بواسون جو نيم با لو بواسون انا لا احب السمك. طبعا انا هنا اخترت لو عشان الفيرب بتاع الجمله هو فيرب يا اولاد فيرب ايمي. بكده حبايبي يبقى انا وصلت لنهايه الفيديو. بس قبل ما انهي الفيديو هنراجع تاني بسرعه كده. يبقى احنا قلنا حبايبي عندنا حاجه اسمها ليزارتيكل بارتيتيف ادوات التجزئه، الحاجات دي بتيجي مع الكميات او مع الاكل او مع الشرب. عندي كاتر ارتيكل بارتيتيف دو دو لا دو لا بوستروف دي، الحاجات دي معناها سام اوف جزء من حته من شويه من بعض من. عرفت ازاي اقدر استخدم كل ارتيكل من الارتيكل الاربعه؟ قلت دو بتيجي قدام كلمه ماسكولان سانجوليي باغ اكزومبل زي مثلا دو ري دو لي دو فروماج دو بان دو جاتو دو بور دو كرواسون دو بولي دو بوف. دو لا بتيجي قدام كلمه فيمينا باغ اكزومبل دو لا فيوند دو لا ليموناد دو لا كونفيتور دو لا سالاد دو لا كريم دو لا داند دو لا غلاس دو لا بوم دو لا بيتزا. دو ال ابوستروف بتيجي قدام كلمه بتبدا بلتر فوايل او اش مويي باغ اكزومبل دو لويل دو لو مينيرال دو لوليف دو لانيو دو لورانج. بعد كده عرفت حبايبي ان دي بتيجي قدام كلمه بلوريال كلمه خرائس او اكس زي مثلا دي بات دي طومات دي فروي دي بوم دي ليجوم وهكذا.
خلي بالي يا حبيبي احنا اتفقنا لو جمله فيها كميه او اكل او شرب ببدا اختار لزاختيكل بختيتيف اللي هي دو دولا دولا ابوستروف دي، بس بشرط ما يكونش الفيرب حب وكره. يعني لو الفيرب بتاع الجمله فيه فيرب بيدل على الحب والكره زي ايمي ادوري بريفيري ديتستي، هنا هبدا اختار من لو لا الا ابوستروف لي. وخلي بالي من حاجه كمان يا حبيبي، احنا قلنا ان في النيجاتيف او في حاله النو والبا دو دو لا دو لابوستروف دي الارتيكل بارتيتيف بتتحول الى دو او دي ابوستروف. alors merci pour vous et à la fois prochaine au revoir.